تعالوا اخبركم عن بي ام دبليو 760 ال اي اللي موجوده وراي اليوم. خمس اشياء ما بتعرفوا عن هيدي السياره. اول شغله واهم شغله بهيدي السياره انه هي السياره محرك 12 سلندر بيولد قوه 600 حصان، وهذا المحرك موجود بسياره رولز رويس. ثاني شغله ما بتعرفوا عن هيدي السياره انه الكور بهيدي السياره معمول من كاربون فايبر، وبي ام دبليو حبوا يحطوا لنا اياها على الباب ليقولوا لنا انه هيدي السياره كاربون كور. بالسنتر كونسول بهيدي السياره في حد مثل ما شايفين تابلت في اتحكم بكل شيء موجود بالسياره، مثل ما شايفين هلا عم بتحكم بالكيرتنز الموجودين بها كل هيدي السياره والاوديو سيستم والسكرين الموجودين قدامي. رابع شيء ما بتعرفوا عن هيدي السياره انه حد هون في براد بقدر خلي فيه مشروباتي، وفي اتحكم فيه باثنين ليفلز قوي واقوى كرمال اخلي فيه المشروبات وانبسط هيك بدرينك وانا ام بينج شوفرد بهيدي السياره. خامس شغله ما بتعرفوا عن هيدي السياره انه بي ام دبليو جابوا السماعات من بورن ويلكنز والسراوند سيستم كرمال ليعطوها فخامه اكثر، وطبعا بورن ويلكنز شركه عريقه جدا بالسراوند ساوند. حتى بقلب السبيكر مثل ما شايفين في ضوء لما تدور السراوند سيستم ليقلنا انه سبيكرز اون. اخر شغله رح اخبركم اياها عن بي ام دبليو 760 ال اي اليوم هو الجنوط بهيدي السياره معمولين خصيصا لل 760 من فورجد الومنيوم وهن بحجم 20 انش. خبروني بالتعليقات اكثر شيء حبيتوه بهيدي السياره، وهل بتشتروا 760 ولا غيرها، وما تنسوا تفولو دوبز الكارز.